إذن مشاهدينا السلام عليكم في هذا البث المباشر اللي كنقلوا لكم مباشرة من القصبة ديال مدينة المحمدية بحضور عدد من الفاعلين الجمعويين بمدينة المحمدية اللي عيطوا لنا وبغاو أنهم يباركوا للشعب المغربي بقيادة جلالة الملك على الانتصار الرائع ديال الجيش المغربي في معبر القرقرات. إذن معنا أولا السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية نضالية وجمعوية. طبعا محمد حنين فاعل حقوقي وجمعوي، طبعا كباقي المغاربة نهنئ صاحب الجلالة بعيد الاستقلال، ونهنئ كذلك شعبنا العزيز بعيد الاستقلال. وهذه مناسبة كذلك أننا نهنئ رجال جيشنا الباسل على انتصارهم الأخير في ممر القرقرات. هذا كان لقاء بعض الأصدقاء ديالنا الفاعلين الجمعويين، كنا في واحد اللقاء تقليدي مجرد نقاش حول بعض المواضيع في الشأن المحلي ديال المحمدية، وإذا بنا ارتأينا أننا ندلو بكلمتنا حول هذه التهنئة. طبعا بعض المشاكل اللي احنا تطرقنا لها وهو مواجهة هجوم بعض الناس على بعض الفاعلين الجمعويين النزهاء وعلى العمل الجمعوي النزيه. باش ما نطولش باش ما نعطوها صبغة هذا باش ما نكثروش، لأن مازال عندنا مناقشات وعندنا جلسات لمناقشة هذه الأمور. هنيئا لصاحب الجلالة نصره له وللشعب المغربي بعيد الاستقلال، وهنيئا برجالنا الجيش المغربي الباسل. تحياتي. شكرا. تحياتي. سميرة. السلام عليكم. تحية نضالية وجمعوية وتحية شعبية. أولا شرفنا اليوم كبير بهذا اللقاء اللي درنا في هذا المكان المحترم، وناقشنا فيه عدة قضايا اجتماعية لحقيقة خاصها تناقش، وقضايا اجتماعية اللي بكل صراحة خاص المسؤولين يهبطوا للميدان ويشوفوا الناس فاش تتعيش والقضايا اللي هي تتخبط فيها، لأن الفاعل الجمعوي والتي تيعمل أكثر من داكشي اللي تيعمل في دارو، ورغم ذلك كاين بعض الكلام الساقط وكاين بعض التدخلات العنيفة وكاين بعض المسائل اللي ما تتشرفناش حنا كفاعلين جمعويين. وباش ما تفوتنيش واحد الفرصة الآن بمناسبة عيد الاستقلال، أهنئ صاحب الجلالة نصره الله محمد السادس، وأهنئ جميع الطاقم الإداري والعسكري، وأهنئ جميع أفراد الشعب المغربي. وواحد الكلمة في حق الجيش المغربي اللي هو مشكور، لأنه تيحرصنا وتيدافع علينا في واحد المكان اللي هو يعني مكان شنو نقول لك، هذاك المكان ما تيمشيو ليه غير الرجال، وعند الحمد لله حنا عندنا في المغرب رجال بقيادة صاحب الجلالة نصره الله. وتنشكروا هاد الإخوان هادو اللي واقفين معنا الآن، هاد الوجوه النقية، هاد الوجوه المستبشرة، هاد المناضلين الأوفياء، أنا تنسميهم مناضلين أوفياء لأنهم تيعطيو الغالي والنفيس من أجل هاد المدينة. زيرو درهم تيخدموا بها المدينة، واللي تيضربوا الملاير راه مخشيين في ديورهم، هذا راه غير معقول وغير مقبول. شكرا. ومعنا شكرا معنا الفاعلة الجمعوية السمية من جديد والصفة. السلام عليكم، معكم خديجة عماري رئيسة جمعية الحكمة والتضامن الاجتماعي بالمحمدية، وبهذه المناسبة العظيمة بمناسبة عيد الاستقلال تنبغيو نهنئوا صاحب الجلالة نصره الله، وأتمنى له الشفاء العاجل، ونتمناو من الله الله يحفظه لينا. وتنشكروا الجيش المغربي تبارك الله عليه. التحية لجميع المغاربة، وحنا كنا فرحانين. كيفاش كان الشعور ديالك يعني ملي سمعت الجيش المغربي في واحد الوقت وجيز انه استطاع انه يعني يصد هاد الميليشيات ديال بوليزاريو؟ الحمد لله الشعور لا يوصف.
من الفرحه ديالنا، واحد الشعور ما تيتوصفش. نعم نعم. واش هادوك هادوك تاهما غاديين يقدروا على المغاربه؟ تبارك الله وصلى النبي، وحنا وراء حنا امامنا ملك عظيم نصره الله. تنتمناو من هذه المناسبه الله يحفظوا لينا والله ينصروا لينا، وشكرا للجيش المغربي اللي ثبت ليه الكفاءه ديالو. تنشكركم بزاف. كلمة وشكرا كلمة الله الوطن كلمة المالي. كلمة الأعداء الوحدة الترابية، الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها. شكرا. وبالله تبقى مساليج. وبهذه المناسبة علاش غنضحك أخويا؟ علاش حنا راه ضاحك علينا الوقت؟ مرحبا. واش تنساليتي معايا دغيا؟ بغيتي تكركب لي؟ لا تفضلي تفضلي. سولتيني اش واقع في المدينة؟ حنا غادي نرجعو ناخدو، انت غترجع لنا دابا ناخدو التهاني. هي التهانية الأولى، أنا راجعة. فهمتيني معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معكم الأخ محمد الناظر، فاعل جمعوي بمدينة المحمدية وساكن بمدينة المحمدية، وكنهنئ صاحب الجلالة بمناسبة عيد الاستقلال بهذه المناسبة الغالية. وكنهنئ مرة مجددا صاحب الجلالة والجيش المغربي اللي بين على الحنكة ديالو، وحنا الشعب المغربي كاملين جنود مجندين وراء صاحب الجلالة. حنا مستعدين في أي وقت وفي أي دقيقة نمشيو نفديو بالروح ديالنا هذوك الجردان الخوانا. راه المغاربة راه لكم بالمرصاد، رانا مشينا تطلقنا عليكم سيدنا، راه غناكلوكم ما غتشيطوش. وعاش سيدنا، وبغينا البلاد ديالنا ديما إن شاء الله غتزيد قدام برئاسة سيدنا محمد السادس نصره الله وأيده، ونتمناو ليه الشفاء العاجل. إذا غادي نرجعوا لك بالنسبة للأنشطة ديالكم، الشعور ديالكم بالانتصار ديال الجيش المغربي على الميليشيات ديال البوليزاريو. قبل ما نهضر على الشعور ديالي، تنبغي نقول واحد الكلمة اللي ديما أنا تنقولها في أي مكالمة ديالي، لأن جلالة الملك هو تاج وهاج فوق رأسي، أفتخر به أينما ذهبت وارتحل. وهذا الافتخار ما تيجيش من والو، تيجي مجموعة من انتصارات انتصرهم المغرب من الحقبة ديال المغفور له محمد الخامس الله يرحمه في هذا النهار، اللي هي الاستقلال ديال البلاد، وفي نفس الوقت شيمة عار على بومديان اللي خان الوعد ديالو نهار اللي وقفنا معاه في الاستقلال ديالو مع الأرض ديالنا تندوف، وما دارش الحدود ودار لنا العصف الرويدة بخلقه البوليزاريو لهاد الشرديمة ديال المرتزقة اللي هي ورقة تتلعب بها الجزائر اللي هي جارتنا. وكانت مجموعة ديال الانتصارات من ضمن الانتصار الأول ديال المغفور ليه الحسن الثاني الله يرحمه في هذا النهار، وفي الملحمة التاريخية ديال عيد المسيرة اللي احتفلنا بها احنا جميع المغاربة، واللي والدينا قسموا قسم المسيرة الخضراء، وفعلا والدينا تما نفذوا ذاك القسم، عطوه لينا حنا، وحنا بدورنا تنعطيوه لولادنا، واشاره للجميع الخوانا بان المغاربه راه يد واحده. جات الانتصارات الاخرى ديال محمد السادس نصره الله واياده، لا في اطار العلاقات الدبلوماسيه، وكنا تنشوفوا السفارات اللي تتفتح في الاقاليم الجنوبيه لا في العيون ولا في الداخلة، هذا إن دل على شيء إنما يدل أن الوقفة ديال القرقارات ديالهم ما هي إلا رقصة الديك المذبوح والورقة الأخيرة ديال البوليزاريو. وعاش الملك وعاش الشعب المغربي. شكرا. تفضلي. إذا غادي نعاودوا نرجعوا. السلام عليكم خديجة. إذا سمح لنا بالنسبة لمدينة المحمدية، كيفاش كتشوفي الاحتفالات بعيد الاستقلال؟ ما بالو لينا خويا احتفالات نظرا للظروف ديال كورونا. حنا محتارمين كورونا، نقول لهم تيحترم، ولكن على الاقل يكونوا غير اللافتات، يكونوا طوال، ويكونوا الرايات، يكونوا وتنتمناو من المجلس. نعم. من المجلس ان هاد البوابه ديال باب القصبه راه رمز. نعم. خاص تكون رايه جديده على الرايات، ما كاينينش في المجلس. نعم. راه كاينين الرايات. نعم. ولا هما ما عندهمش اهتمام بالرايات وبهذا الشيء ديال الاحتفالات. وبهذا حقيقه حنا ما عندناش بهذه المناسبه ديال كورونا، ما يمكنش الانسان يحتفل. نعم. ولكن رغم ذلك راه ما فيها باس انكم تحيدوا لينا الرايات وديروا لينا رايات نقيين، ديروا لينا. وبغينا نعرفوا راه هاد الوليدات هاهما تيجوا تيلعبوا هنا في النافوره، وخا هاد النافوره ما بقاتش نافوره، انتم كما تشوفوا
هاد الوليدات دابا ماشي عيب وعار اخويا، خاصهم ملاعب القرب. نعم سمعتيني، خاصهم ملاعب ديال القرب فين يلعبوا هاد الوليدات. وهذا الدور ديال المجلس البلدي لانه ما صوبش فين هو المجلس؟ فين هو المجلس؟ والمجلس بارك على الصفقات. صفقات شي حاجه اللي هي تتهم المدينه، راه باقي ما شفناهاش خالد خويا. باقي ما شفناهاش، ودابا كاينين الطاحونات غير حتى مع بعضياتنا. وتصور ان ملي يولي فاعل حقوقي شي واحد، يكون مثلا مرأة فاعلة جمعوية حقوقية وتتشوفك تتجي تجلس معاك حتى هي طابل. نعم. وتتبغي تاي تاخذ من عندك تاي تصنصرفك، راه ما بقى ما يعجب. متفق معايا ولا لا؟ متفق معايا. حنا نرجعوا على المشكل ديال الباركين. وانا بغينا دابا واحد السؤال. واحد السؤال دابا، انا البال ديالي راه مشى، لان ملي تنسمع الهضره بالي مشى. صبري كملي. بغيتي تسولني ولكن ما سولتينيش، راه قلبي عامر. واخا غادي نعاودو نرجعو لك من مخدي. وعاد ملي تنوصل، ملي تنوصل للنقطه تقول لي عندك عصبيه. على مالي انا ما عصبياش، من السيف نكون عصبيه، على مدينتنا نكونوا عصبيين. ولكن حنا فاعلين جمعويين مع بعضياتنا، طاحونات مع بعضياتنا، عارف ما ينوضوا المراقية الزقالات، وراه هما اللي تيشدوا الفلوس، وراه هما اللي مراقية ويخرجوا للتيران. وانتم كلكم تتعرفوا شكون في التيران، شكون اللي كاين في التيران. حنا تنخدموا زيرو درهم وتنديروا انشطات يورونا هما اشنو داروا. فهمتيني؟ كتشوف هذيك الانتقادات ديال صحاب الفيسبوك؟ شويه ما عجبنيش الحال. نعم. المجتمع المدني خاصو يكونوا، خاصهم يديروا اليد في اليد مع بعضياتهم. بارك من الطاحونات، الطاحونات راها تتمشي غير صحاب الفلوس هما اللي تيتمتعوا بها مع بعضياتنا. ها؟ وخسرات المدينه هاد الطاحونات. لا حشومه، راه كاين اللي عنده غارات في التفريقه، وحنا جا الوقت اللي خصنا نكونوا يد في يد، ما خصناش نتفرقوا. الا تفرق مثلا هاوي حسن ميره شحال ما شفتوش. الحمد لله اننا تلاقينا معاه، مع الاخ هانين، مع الاخ محمد، مع الاخت تبارك الله صاحب. حنا دابا ملي تلاقينا يعني راه كاينين كفاءات المحمديه، ماشي ما كاينينش، ولكن بركه علينا من التطاحونات. واحد الرساله بهذا المشكل ديال لي باركين، بغينا نعرفوا واش كاين، كاينه رخصة ديال الباركينات ولا ما كايناش؟ واش مشيتو للجامعة سولتو عليها؟ ما شكون؟ أنا عييت من اتصل بالتليفون، حتى واحد ما عطاني الخبر. دابا إنسان، دابا كاينه كورونا، وهاد الفترة ديال كورونا والأزمة وكل شيء، تيجيو تيقول لك راه 4000 درهم. راه من ديك 4000 درهم بقينا معاهم، بقينا معاهم، ودخلات حقوقية في الميدان قالت لك راهي ليا، وراه حشومة. وراه عيب وعار وعيقو وعم تفرقعو. بارك علينا، ما غاديش نعطي الاسم ديالها وهي راه عارفه. بارك علينا، الدخلات بغات تكون وسيط ما بينها وبين الشركه الاخرى، ولكن حنايا خاصو يدافع على الحقوق. لا بانت لي شي حاجه لا، خاصهم يدافعوا على المواطنين ماشي الشركات. انا لا الا كان حقوقي تدافع على الشركه راه ماشي مواطن، ماشي حقوقي، ما نسميش حقوقي. خاصك تدافع على ذاك المواطن. هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي كاين، تيدافعوا على المؤسسات اكثر من المواطن. واش المواطن يمشي خون؟ ها يمشي الشق؟ دابا راه فترة ديال كورونا، ملي يولي انسان تيقول لك عطيني 4000 درهم وانت ما عندكش 4000 درهم، ديالاش تتسالى ليا؟ ديالاش؟ حنا خدامين، راه حنا تنأديو الواجب، ولكن حنا عطونا ما يثبت. الجماعة خاصة تعطينا ترخيص، تتفق معايا ولا لا؟ خاصنا ترخيص ما يثبت. واخا خليك معنا غادي نرجعو لك. تفضل الإضافة اللي عندك. اخويا الاضافه اللي عندي اخويا هي كنتمناو من الناس المسؤولين ديال المحمديه
يفيقوا معنا شويه ويخدموا ويبينوا لهاد الناس ديال المحمديه وهاد السكينه راه كتضيع. راه كاينين بزاف ديال المشاكل اللي كيتخبط فيها الشعب المغربي والساكنه ديال المحمديه. راه عده مجالات، راه لا صحه لا تعليم لا نافورات محمرين لا وجهان. شو دابا كهاد النافوره هادي دابا دخلنا عليك بالله، ملي غتجي تسول عليها غيقول لك خاصنا عليها الملايير. وهاد النافوره واش ديال الملايير؟ راه بزاف ديال المشاكل كيتخبط فيها الشعب المغربي. لهذا تنطالبوا من صاحب الجلاله باش ياخذ لنا حقنا من هاد المسؤولين الناعسين. الناس المسؤولين ديال المحمديه ما كيديرش خدمتهم، خاص ضروري من الحل في اقرب وقت. كاين اللي ساكن ما كان عنده حتى ما يكسب ما ينام ولا بالديور ولا بالطنوبيلات. السلام عليكم. انا الرساله ديالي تنبغي ندوجها مباشره للسي العثماني، بصيتو كاين واحد الانسان اللي دق علينا في ديورنا باش عطيناه صوتنا. الى شاف دابا السي العثماني غادي يلقى الوليدات الصغار هما تيتجاروا في الزناقي، ما عندهم لا ملاعب ديال القرب، ما عندهم لا حتى دور الشباب. ووزير الشبيبه والرياده تابع للحكومه ديالو، وشنا وزير التعليم دخل الوليدات للمدرسه ودار سياسه التباعد، ولكن وزير الشبيبه والرياده بقى ساد دور الشباب اللي خاصها تستقطب وليداتنا في اطار التباعد وفي اطار الشروط الاحترازيه. وهادشي كامل ما شناش عند وزير الشبيبه والرياده. واش دوك الموظفين ديال وزاره الشبيبه والرياده ما تيتخلصوش؟ راه تيتخلصوا وتيتخلصوا من اموال الشعب. يعني خص دور الشباب تفتح وياخذوا وليدات ديالنا ما يخليهمش عرضه للشارع. ثانيا بالنسبه تنشكروا السيد القائد ديال المقاطعه الحضريه الثالثه على المجهودات اللي قام بها على مجموعه ديال الحويجات، لكن تنعقبوا على المجلس البلدي لان وليداتنا هما ديال القصبه خارجين لهاد النافوره وتيلعبوا. وهذا ان دل على شيء انما يدل على عدم وجود مجموعه ديال الاشياء اللي المفروض الجامعه تقوم بها. وديك القضيه ديال حق هذا ولد البلاد، راه اي واحد تيقول لك خصك تصوت على ولد البلاد راه بغى ولد البلاد يخسر، لان المحمديه راه عمرت، راه كلهم ولاد البلاد. راه العدد اللي كان البارح كانت 2000، دابا المحمديه مثلا راه فيها 135000. راه اللي تيقول لك باغي ولد البلاد ينجح راه باغي يخسرو. وهذه راه اشاره، راه اي واحد عندك تيسكن في المحمديه راه هو ولد المحمديه. وكلكم سواسيه كاسنا للمشط، وافضل واحد هو اللي خدم المدينة. وشكرا. اخوان مره اخرى تنجددوا الكلمه.